ومداخلة أخرى تحت عنوان بموضوع المسؤولية التقصيرية. بطبيعة الحال حين نتحدث عن المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية نحن نتحدث في إطار المسؤولية المدنية. مداخلة يلقيها الأستاذ عبد الرحمن صافي، هو أستاذ باحث بكلية الحقوق بفاس وله اهتمام كبير بهذا المجال في مجال المسؤولية المدنية والمسؤولية التقصيرية. لكم الكلمة الأستاذ الفاضل. الرئيسة، أولا صباح سعيد، تحية علمية وأكاديمية لكم ولكنا جميعا. بادئ الكتابات لابد من أتوجه بالشكر للجنة المنظمة لهذه الدورة التكوينية الهامة، كل باسمه وصفته. سنحاول ما أمكن أن أقف على أهم النقاط التي تتعلق بالمسؤولية التقصيرية أو العمل غير مشروع، لأنه محور كبير في القانون المدني. سأحاول أن أعرج طارة على بعض النقاط الأساسية ثم ندرج أمثلة ونعرج أيضا ونقف أيضا على بعض النقاط التي تغيرت. ثم أنهي هذه المداخلة بالمستجدات التي طرأت على المسؤولية التقصيرية. سنبدأ كنقطة تثير اللوس، وهي أن في البداية في القديم كانت مسؤولية واحدة، مسؤولية جنائية. وفي القرن الثالث عشر استقلت المسؤولية المدنية عن المسؤولية الجنائية. في تلك الحقبة انصب الفقه على تأسيس وتأصيل أحكام المسؤولية المدنية. وفي هذا السياق ظهر توجه يسعى إلى وحدة المسؤولية، وفي المقابل ظهر توجه آخر يدافع عن ازدواجية المسؤولية، أي المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية. ونظرا لمغالاة كل فريق ظهر الفريق الثالث يسمى بالفريق الوسطي، حاول أن يأخذ من هذا وذاك، وتوصل إلى أن المسؤولية المدنية واردة لكن لها نظامان عقدي وتقصيري. وفي سنة 1804 المشرع الفرنسي اصدر القانون المدني، هو بدوره تحاشى عن الخوض في هل المسؤولية المدنية واحدة أم لا، فنظم الأحكام العامة للمسؤولية التقصيرية الأحكام العامة للنظام التقصيري، أو سموه إن شئتم بالمسؤولية التقصيرية. ونظم أيضا الأحكام النظام العقدي أو المسؤولية التقصيرية كما قلت سموها كيفما شئتم. على كل حال هذه المسؤولية المدنية كان عندها وظائف هامة، منها الوظيفة الردعية العقابية للمفهوم المدني، أي تعاقب الأفعال الضارة بالمجتمع لأنها مرتبطة بالنظام العام. ثم وظيفة وقائية، والوظيفة الثالثة هي الوظيفة التعويضية أو العلاجية، أي جبر الضرر بعد تحققه، بعد تحقق الضرر وفي نفس الوقت تحقق المسؤولية. إذن طبيعة المسؤولية التقصيرية الهدف منها هو حماية المجتمع على غرار المسؤولية الجنائية، لكن هذه فيما يتعلق بالشق المدني، الأفعال المدنية. لكن مع تطور المجتمعات فقدت المسؤولية أهم وظائفها، واقتصرت على الوظيفة العلاجية أي التعويضية. بفعل ماذا؟ بفعل ظهور تأمين من المسؤولية. هذا التأمين أن الشخص
المحدث الضرر قد يكون مؤمن مؤمن له. ففي حال تحقق الضرر وتحقق المسؤولية، فإن المؤمن هو الذي يتحمل القيمة المالية، يعني القيمة المالية يعني يحمي القيمة الأموال المتعلقة بالشخص المؤمن له. من ماذا؟ من رجوع الغير عليه بدعوى المسؤولية، أي ببساطة أن المؤمن هو الذي يعوض. لكن المسؤولية الحقيقية للمؤمن له ما هو؟ أنه مجرد أداة قسط التأمين. إذا هل بالفعل نحن نتكلم عن مسؤولية بمعنى الكلمة، أي مسؤولية قانونية؟ إذا أثير انتباهكم لا أقل ولا أكثر. على كل حال، هذا الموضوع المتعلق بالمسؤولية أو الشق الكبير في القانون المدني أصبح من أهم الموضوعات القانون المدني أو القانون النابض للقانون في القرن 19 و20 وفي القرن الحالي. لماذا؟ لأنه ازدادت المخاطر، لأن واضع الشريعات لم تكن تتوقع أن المجتمعات ستتحول بهذا الشكل أو ستتطور بهذا الشكل، لأنها كانت مجتمعات بدائية والآن أصبحت مجتمعات صناعية وأكثر من ذلك تكنولوجيا. إذن القانون المدني القديم لم يعد يستوعب هذه التحولات. فما موقع المشرع المغربي من هذا السياق العام؟ هو بدوره لم يتموقع في إما في اتجاه الوحدة أو الاستقلالية. نظم الإطار العام للمسؤولية التقصيرية وللإطار العام للمسؤولية التعاقدية في نصوص متناثرة. أما بالنسبة للشق التقصيري فنظمه في الفصول من 77 إلى 106. هذا هو الإطار العام للمسؤولية التقصيرية. سنحاول أن أعرج على بعض مظاهرها. سنبدأ بالإطار العام أو القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية، أي المسؤولية عن الفعل الشخصي أو الخطأ الشخصي. هذه هي القاعدة العامة في القانون المدني المغربي، تنطبق على كل الأشخاص الذين تسببوا في إلحاق الضرر بالغير، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو أشخاص معنوية خاصة، الجمعيات والنقابات إلى غير ذلك. وقبل أن أقف على أهم نقاطه، لابد من أثير انتباهكم إلى مسألة مهمة، وهي يلزم على المرشح أن يجيب على موضوع الامتحان بطريقة منهجية. الفرق بعلم النوم، جاوب من النص أو النصوص القانونية مباشرة. هنا غادي يفيدك شوية الفرق، يفيدك في التحليل، في التعبير، في تقسيم المنهج، لأنك يعني ستختبر في القانون. الفقه بعد عليه لأنه يفرض لكم مشاكل وماشي المحطة ديالو هي. على كل حال، إذا الموضوع خصو يتعالج مقدمة كما أشار السادة الأساتذة وعرض وخاتمة. بالنسبة للعرض، يبدو لي أن هناك تقسيم قد ينطبق على أغلب مظاهر المسؤولية المدنية، وهي في المبحث الأول دائما تقف على أساس وشروط المسؤولية بغض النظر هل هي شخصية أم فعل غير أم أم. في المبحث الثاني تعالج آثار المسؤولية، إذا أنت تحددها، إذا كانت شخصية سميها، إذا كانت شيئية سميها، إذا كانت فعل غير سميها أنت. إذا بالنسبة للأساس، وهذا هو مشكل المسؤولية، ويقع بالنسبة للمرشح أو الطالب عامة يقع له لبس في أو يختلط عليه الأساس بالشروط. إذا أساس المسؤولية شيء وشروط المسؤولية شيء آخر.
ما هو الأساس؟ هو السبب الذي يضعه المشرع من أجل إنشاء التزام ما في المسؤولية، يضع فكرة هل هي الخطأ أم الضرر أم ماذا، من أجل التبرير إلى شروط أخرى. الغاية هو ترتيب الجزاء أي التعويض، هذا في شق، وهناك تعويض آخر أو إصلاح الضرر سنقف عليه. بالنسبة للأساس، بالنسبة للمسؤولية عن الفعل الشخصي، أساسها هو النظرية الخطائية، وبعبارة أخرى هو الخطأ الواجب الإثبات. تقام المسؤولية الخطأ يعني الفعل الشخصي، المسؤولية عن الفعل الشخصي على الخطأ الواجب الإثبات كأساس قيام هذه المسؤولية. إذن تناقش معيار تقييم هذا الخطأ، هل بمعيار شخصي أم بمعيار موضوعي؟ إذن الاتفاق حاصل على تقييم أو تحديد هذا الخطأ انطلاقا من المعيار الموضوعي المجرد. مثال رب الأسرة الماهر أو الرجل المعتاد أي يمثل الجمهور. ثم تنتقل إلى الإشارة إلى أسباب انتفاء الخطأ وليس أسباب انتفاء المسؤولية، الفرق بينهما شاسع. أسباب انتفاء الخطأ ندرجها وهي مثل الأسباب التي تمحو الجريمة: حالة الدفاع الشرعي، حالة الضرورة، حالة أمر القانون وإذن السلطة الشرعية، حالة قبول المتضرر بالضرر أي حالة رضا المريض أو المتضرر بالضرر. هذه الحالات هي تبرر الخطأ أي تعطيه شرعية، لا بد من إدراجه. ثم تنتقل إلى شروط المسؤولية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السالمة. في المسؤولية عن الفعل الشخصي الإثبات ملقى على عاتق المتضرر، أنا الذي تسببت في ذلك، مجرد أن أقول لك أنني لم أتسبب لك في الضرر، وما عليك إلا أنت المتضرر أو المدعي إثبات ما تدعي بكافة وسائل الإثبات. ثم في المبحث التالي تناقش آثار المسؤولية. ما معنى آثار؟ أي نتيجة هذه المسؤولية؟ تناقشها من نقطتين، النقطة الأولى في حالة تحقق المسؤولية، تناقش فيها التعويض. ما هو التعويض في المسؤولية في القواعد العامة للمسؤولية؟ هو تعويض كامل عن كل الضرر، هذه قاعدة عقل عليها في القواعد عن المسؤولية التقصيرية، أن التعويض يكون كاملا لأن القانون ترك السلطة التقديرية للقاضي من أجل تقييم الأضرار. في طبيعة الحال ليس بنفسه ولكن بالاعتماد على الخبراء الفنيين، خبرة طبية إلى غير ذلك. أما في مسؤوليات أخرى لا نتحدث عن التعويض الكامل، وإنما التعويض الجزافي أي غير واحد البركة، مثل التعويض عن حوادث ربطها المشرع بالملاحق الملحق للظاهر التعويض عن حوادث السير صدر سنة 1984. هنا قيد المشرع سلطة القاضي وأصبح القاضي يطبق جلاوي. إذا كان طالب هاشحال عنده، كان زوج هاشحال عنده، كان كذا هاشحال. إذا هذا هو ما يسمى بالتعويض الجزافي. فكوا هذه المسألة ديالها، هذه هي النقطة الأساسية. ما معنى التعويض وأنواعه؟ ثم طرق تنفيذه، هل جزاء
المسؤولية هو التعويض مباشرة أم لا؟ في الأصل أن التعويض هو عيني، أي إصلاح الضرر أو إرجاع الشيء للحالة إلى ما كانت عليه في السابق إذا كان ممكناً، وإذا لم يكن كذلك يبقى التعويض النقدي. مفهوم هذا النقد؟ يقدر يجيك الموضوع تحدث عن التعويض، تحدث عن أسباب انتفاء الخطأ،